مرحبا بحضراتكم. بالنسبة للست مياحي كانت بتسأل في مسألة إذا الإنسان يعني كانت هناك عليه أيمان كثيرة وحنس في هذه الأيمان، يعني القسم حلف على حاجات كتير ولم يبر ذلك، فإيه الوضع بتاعه؟ الكفارات هتبقى على ما يتذكره الإنسان صاحبة السؤال، فهو إذا فعل ذلك يتذكر كده، حاول يتذكر اللي عليه ويبدأ في التكفير عن كل يمين، فبرأت ذمته. هيكون ده بإطعام زي ما قلنا قبل كده 10 مساكين أو كسوة ال10 مساكين أو بإطعام ال10 مساكين، وإحنا قلنا ممكن نبقى ناخد بإخراج القيمة 30 جنيه للفقير الواحد، ولما يعجز الإنسان عما سبق يستطيع إن هو يصوم يا صاحبة السؤال.